هذا البرنامج برعاية مطعم شيخ الكبة، طعم وجودة. أسواقنا هي خير أسواقي، فيها التعامل بيننا راقي، ببدائع الخيرات حافلة مزدانة لعيون ذواقي، مزدانة لعيون ذواقي. فيها أطايب ما أحل لنا، فاظفر بها يا كل مشتاقي، الصدق أصل في تعاملنا، إن الحلال لنافع باقي. أسواقنا جذبت زبائنها بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن من أهم الأمور التي تهم المجتمع المسلم وجود أسواق للبيع والشراء، يتبادلون فيها السلع والبضائع فيما بينهم، وللأسواق شأنها حتى قبل الإسلام. فقد كان في الجاهلية كان للعرب أسواق كالمجنة وعكاظ، ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم تحرج المسلمون عن تلك الأسواق، فأنزل الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأباح لهم دخول الأسواق والبيع والشراء فيها والاتجار. اليوم نحن في سوق البهارات لنتعرف أكثر عن هذا السوق، ابقوا معنا. بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. اليوم في سوق البهارات والأعشاب، يعني أو ما يسمى العطارة تقريبا. العطارة والأعشاب، البهارات بشكل عام للأكل، الأعشاب للشرب يعني. طيب، من أين المصدر، مصدر هذه البهارات والأعشاب؟ هلا في عنا نحن الأعشاب والبهارات بنجيبها من سوريا، هلا مثل الكمون، مثل الكزبرة السورية، السماء السوري. في عندك مثلا بهارات مشكلة سورية بنجيبها بنطحنها هنا عشان تكون تازة، ويعني ضلنا كتفية أقوى. بالنسبة للبهارات المطحونة، هل إذا طحنت البهارات تذهب يعني مواصفاتها وتذهب فوائدها؟ هلا بالنسبة للفوائد، مثلا ممكن تقل فوائدها وتغير مثلا لونها، طعمتها شوي بتخف طعمتها، بس نحن تقريبا بنجيب كميات معقولة تناسب السوق الحركة ونطحنها وبتطلع دائما طازجة. يعني أنت تقول مثلا أن كل ما كانت الطحن يعني طازج، كل ما كان بتكون البهارات أفضل. أي طبعا، كل ما كانت طازجة بكل ما يعني تكون نكهتها أطيب، يعني مصير نكهتها وطعمتها أطيب كتير الوقت الطبخ وقت بالنسبة للبهارات، في ناس كثير يعتقد أن البهارات لا تنتهي صلاحيتها أو لا تفسد، يعني هل الكلام هذا صحيح؟ هلا لا، غير صحيح، لأنه هي البهارات برطوبة، أكثر شيء يعني تخرب برطوبة، وطبعا مدة طويلة بتصير أنه بلا نكهة يعني. طيب كيف نحافظ على البهارات ونحافظ على صلاحية البهارات أطول مدة ممكنة؟ هلا طبعا تأخذ الكميات المناسبة لإلك، مثلا منزل تأخذ كمية، مثلا عيلة عيلتين تأخذ كميات المناسبة لإلك، وطبعا تأخذها مطحونة تازة طبعا، يعني تكون طعمتها ونكهتها أقوى. كيف أحفظها أنا إذا اشتريتها وذهبت إلى البيت، كيف أحفظها في البيت؟ هلا أكثر طريقة معروفة مطربانات إزاز، تكون ضغط، يعني هي بتحفظها مدة طويلة منيح. في أنواع مثلا العصفر السوري بده تلاجة مثلا مشان رطوبة هون شوي الجو، بيضل تازة أكثر. يعني في بعض البهارات تحتاج ثلاجة، ولا يعني كل البهارات تحتاج، أو يعني ودنا يعني تفصل لنا أكثر عن الموضوع هذا. هلا تقريبا ما بدهم ثلاجة، يعني تعتبر البهارات مثل نحن بنسميها بسوريا نملية، كانت إنه هي من زمان نملية اسمها، يحطوا فيها البهارات وما بتأثر يعني على المدى الطويل، وتبقى طازجة على مدى أطول. إيه على مدى أطول طبعا. طيب بالنسبة للأعشاب، لو تكلمنا عن الأعشاب، هل فيه مقولة تقول أن الأعشاب إذا ما ضرت، إذا ما نفعت ما ضرت، هل الكلام صحيح؟ هلا يعتبر هذا الكلام لا، غير مو صحيح، يعني لأنه في أعشاب
بدها وصفات طبية لحتى تاخذها، يعني مو ما فيك تاخذها انت يعني كشخص لحالك، لازم ما تسأل دكتور، تسأل مختص يعني فيها. طبعا كثرة الأعشاب بتأثر على الجسم، يعني يفضل يعني تاخذ كميات معقولة، حسب مثلا انت هلا بهالجو تاخذ مثلا مثل زعتر البري هلا يعني كويس، هذا الزهورات الشامية كثير مفيدين. يعني انا كمشتري كيف استطيع ان افرق ما بين الزعتر، لو اخذنا مثال الزعتر، كيف نستطيع ان نفرق ما بين الزعتر الطازج الجيد والزعتر خلينا نقول الذي اقتربت نهايه صلاحيته؟ هلا يعني اكثر شيء ببين معك من لون الزعتر، هو بيختلف لونه طبعا على الضوء، فهيك لازم انه يكون تازه بتازه، وريحته، ريحته يعني ورق الزعتر هو ينطحن بتغير ريحته، بتختلف يعني. هي يعني هي الطريقه الوحيدة يعني تقريبا. طيب الأعشاب إذا تكلمنا عن الاستفادة منها، هل فيه مثلا استفادة من الأعشاب فائدة صحية؟ طبعا الأعشاب يعني هي بدأ بديل الدواء، يعني هلا مثلا واحد معه كحة بياخذ مثلا البابونج كويس له، في المليسة للكولون كويس كتير للكولون، يعني يفضل انه مثلا يعني ياخده مثلا باستشاره الطبيب مثل طبعا استشاره الطبيب يكون احسن، او شخص مختص في الاعشاب والامور هذه. لا في الاعشاب الاساسيه مثلا كمون ليمون بالبرد، هي كثير بياخذوها يعني كثير كويسه، وفي الاعشاب معروفه بابونج مليسه زهورات، هدول ما في اعشاب ثانيه يفضل انه دكتور مختص يسال يبحث عنها. شكرا جزيلا لك وعلى هذه الإضافة الجميلة عن سوق البهارات والأعشاب. الله يسلمك يا رب، تشرفونا يعني، ونحن بنحاول نجيب دائما الأعشاب والبهارات من سوريا وطازج دائما، بنحاول قدر المستطاع نوفر هالإمكانيات هنا بالسعودية. بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. مشاهدينا الكرام، نحن الآن في سوق البهارات ومعنا أحد الضيوف يشتري، يبدو أنه زعتر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا، كيف حالك سيد؟ الحمد لله تمام، أهلا وسهلا. اليوم جاي تشتري بهارات أو أنواع من البهارات؟ هي نعم مظبوط، جاي أخذ زعتر. والله زعتر يعني اشتريت اليوم الزعتر، ليش أخذت؟ أشوف الكمية هذه، الكمية هذه كم تقريبا، ربع كيلو تقريبا؟ طيب ليش أخذت الكمية هذه بس؟ تفضل. والله هي اللي بتكفيني انا، يعني انا هي بتكفيني يعني، لاني عندي بالبيت كمان. يعني انت تاخذ بقدر محدد؟ اي نعم، لان استخدامه يعني يعتبر محدود، لاني يعني اكله تنحط بالفطور بس، لأن تاخذ كميه كبيره كثير عليك. طيب بالنسبه للبهارات، انت ما شاء الله قدامنا احنا عدد من البهارات وما شاء الله تبارك الله يعني كبير، كيف تشتري النوع الجيد بالنسبه لك انت؟ كيف تعرف النوع الجيد؟ والله يعني انا هذا المحل بعرف انه بهاراته جيده، فباخذ وانا يعني مطمن نوعا ما. طيب ما تعرف مثلا مواصفات في نفس البهارات؟ في مواصفات معينه، مثلا من ريحته، في بعض البهارات انك تدوقها بتعرف انه من طعمته، حسب البهار ونوعه. طيب لو اخذت مثلا الكميه هذه كيف تحفظها عندك في البيت؟ والله انك تحطها في مضربان خاص افضل. يعني ما تحطها في الثلاجه؟ لا بالثلاجه، لا بتطعم بالثلاجه، يعني تحطها في اللي هو المطربان، اللي هو العلبة الزجاجية يعني. مطربان إزاز أو علبة بلاستيك تسكر عليها، ما تخليها مكشوف، إذا انكشفت لا تروح ريحتها وتروح تخف طعمتها. بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. نستكمل رحلتنا مع لقاء أحد العملاء أو الزبائن. السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم ايش تشتري هنا؟ هذا انا بيض سوي، بيض ادام. تسوي ادام؟ تسوي ادام في البيت؟ هذا شويه هذا باودر سوي، ودي هذا ادام، بدات ريقه كويس، هذا اكلت حلو. طيب كيف اخترت النوع هذا بالضبط؟ نعم، كيف اخترت النوع هذا؟ هذا انا نوع كويس، يعني النوع هذا هذا كويس انا. هذا هنا كنت هذا كويس خاص. طيب جميل. الانواع انت تشتري مثلا من الانواع الثانيه، مثلا فلفل احمر؟ فلفل احمر انا اشتري. ايوه هذا كويس هذا.
انا كله انا ايدام 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 هندي ايدام هندي هندي ايدام. يعني طيب ايش افضل انواع البهارات الهنديه اللي انت تشوفها هنا؟ في بهارات هنديه؟ ايوه هندي انا هذا سوي هذا فلفل هذا سوي ايدام انا الله. فلفل كثير اكل انا ما في فلفل انا ما في اكل لازم فلفل اترك ايوه لازم. أسواقنا هي خير أسواقي، فيها التعامل بيننا راقي، ببدائع الخيرات حافلة مزدانة لعيون ذواقي، مزدانة لعيون ذواقي. فيها أطايب ما أحل لنا، فاظفر بها يا كل مشتاقي، الصدق أصل في تعاملنا، إن الحلال لنافع باقي. أسواقنا جذبت زبائنها بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. هذا البرنامج برعاية مطعم شيخ الكبة، طعم وجودة.